في إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين، تواصل الدولة بذل أقصى الجهود لتقديم كافة المساعدات التي يحتاجها الأشقاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا في حين وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش بشمال سيناء. وتستهدف القافلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع عليهم نتيجة الاعتداء الإسرائيلي.